عليكم ورحمة الله. نتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. سعيده بلقياكم. اليوم غنشارك معكم الطاجين تاع الكورجيت او الكرا خضراء اللي كيجي هائل، كيجي بنين بزاف. ولا عجبكم تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر، وما تنساوش اللايك على بركه الله. نحضر معكم هذا الطاجين. على بركه الله، على هذا الطاجين غادي نحتاج واحد الكميه تاع الكورجيت تاع الكرا خضراء، وعندي واحد البصيله مشلضه، وعندي واحد الكميه تاع اللحم ديال البقري، والنوعيه والكميه على حسب المتوفر عندكم. والتوابل اللي غندير في هذا الطاجين: شويه تاع القرقم، شويه تاع التحميره، والقليل من الفلفل الاسود، شويه تاع سكنجبير، وبطبيعه الحال الملحه. اول حاجه في الطاجين كنوضع البصله، واحد البصيله مشلضه، وكنزيد عليها واحد شويه نتاع زيت المائده. ومن بعد كنوضع اللحم، وكنرد، ومن بعد غادي نرد الطاجين فوق النار تكون مايله حتى تشحر البصله مزيان مع اللحم. صافي، هنايا كنرد الطاجين فوق النار تكون مايله حتى تشحر تتشحل البصلة وتقلى اللحم. وفي هاد العتنة فاش كنرد الطاجين فوق البوطة باش يتشحر، كان وصل الكريعة مزيان، وكنقطع على هاد الشكل، على شكل طولي، كنحيد ليها الراس، وكنوصلها مزيان بطبيعة الحال، وكنقطعها على شكل طولي. وغادي نخلي الطاجين حتى يتشحر واحد شويه، ومن بعد غادي نضيف ليه التوابل يتشحر شويه مع البصله. صافي، هنايا بعد ما تشحر اللحم شويه مع البصله، من بعد كنضيف التوابل، شويه نتاع التحميره، شويه نتاع البزار، شويه نتاع السكنجبير، وشويه نتاع القرقوم. غنضيف شويه نتاع الكزبر، وغادي نعاود نشحرو مزيان. ومن بعد غادي لما يتشحر مزيان غادي نضيف الماء، وغادي نخليه حتى يتبعد، غادي نضيف الكريعة. صافي، غادي نعاودو نقليه مزيان مع البصلة،
صافي هنايا كما كتشوفوا بعد ما نزلت البصله غادي نضيف الماء ونخليه حتى يطيب. صافي هنايا تخلى مزيان غادي نضيف الماء. الملحه راه ضفتها في الاول، صافي هنايا غادي نقص عليه البطون ونخليه حتى طيب اللحم، عاد غادي نضيف الكريعه. هنايا بعد ما طابت البصله حتى دابت وطاب اللحم غادي نضيف دابا الكريعه. صافي من بعد كنضيف الكريعه بهذه الطريقه، ومن بعد غادي نضيف عليها واحد شويه تاع الملح من الفوق، واحد مطيشه. كنستمر بهذه الطريقه حتى نضيف كاع هاد الكرعه اللي هاد الكميه تاع الكريعه اللي عندي. كنضيف ليه واحد مطيشه مقشره ونقطع قطع صغار من الفوق على هذا الشكل. صافي من بعد غادي نضيف ليها لهاد الخضره واحد شويه نتاع الملح من الفوق. نضيف شويه نتاع الملح من الفوق. صافي غادي نعاود نسد الطاجين حتى طيب الكريعه. صافي هنا الطاجين فاش يقرب يطيب تنزاد المريقه وكنزيدها فوق، كنزيدها على الكريعه حيت الا درنا شي خضره هكا في الطاجين من الفوق كتجي ناشفه، خصنا نزيدو عليها هاد المريقه باش تجي مزيانه. صافي غادي نخليها حتى تنشف من الماء، كتكون فيها غير واحد شويه نتاع المريقه خطره. صافي هنايا الطاجين تنخليه حتى كينشف من الماء وكنطفي عليه، وفي الاخير كنضيف ليه زيت الزيتون من الفوق. وبالصحة والراحة، كيجي على هاد الشكل كيجي رائع، كيجي بنين بزاف. صافي كنضيفو ليه زيت الزيتون.
وهذا هو الشكل النهائي نتاع الطاجين ديال القرعه. صراحه كيجي رائع، كيجي بنين بزاف، وكنزينو بواحد شويه نتاع المصير. تنتمنى ان اللي عجبكم المشاهدين الكرام، والى فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.